أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنبدأ بشرح موضوع التخفيف العشاري. أول شغلة لازم ننتبه عليه بهذا الموضوع، أنه التخفيف شنو هو؟ عشاري. تخفيف شنو؟ عشارية. يعني هذه الكلمة مهمة. شلون مهمة؟ يعني مهمة لأنها توحي لك أن هذا التخفيف هو من أعشار الواحد، سواء يعني عشر، يعني واحد على عشرة، واحد على مئة، واحد على ألف، واحد على مليون، واحد على مليار. هذن الأرقام الجوة هن كليتهن مهما علونا هن شنو؟ هن أعشار للواحد. فهاي أول معلومة شنو تخلوها في بالكم، حلوها في بالكم. المهم،